كل الصحف تناولت قرارك يلي بطل بقى خفي ويلي هو معارضتك انه بعض الممثلين السوريين يتواجدوا بسوريا لانك اعتبرته انه خانوا البلد. ما حاسبنا الناس من خلال تصريح صحفي ولا حاسبنا الناس من خلال صوره ممكن نحط جرافيك اللي بدك اياه، حاسبنا الناس من خلال ما صدرت عنها من اقوال ومن افعال. يعني وقت اللي بشوف لقاء سين من الناس بشوف عم يعمل لقاء مع اي قناه تلفزيونيه عربيه او اجنبيه او مواقع الكترونيه عم بيقول فيها بكل الاحوال يستجلب الغرب كي على احتلال سوريا لنشر ديمقراطيته المزعومه مثلا، عندما يهاجم رموز السياده الوطنيه في سوريا، عندما يقول انه هذا الجيش العربي السوري اللي هو من ابناء سوريا الحقيقيين انه هذا جيش دكتاتور، جيش قاتل، جيش سفاح، بالوقت اللي هن عم يساموا بسفك الدم السوري، اكيد ما راح نقول لهم شكرا، بدنا نقول لهم بدنا نعاقبكم، والعقاب ما بيطلع من زهير رمضان، بيطلع من خلال مؤسسه، لانه نحن ناس نؤمن بالمؤسسه، فصدر القرار يقول احالتهم الى مجلس تاديب، ومجلس تاديب براسه قاضي من وزاره العدل، هدول يفصلوا من نقابه الفنانين شرعا امر طبيعي. الاسماء من هي تحديدا؟ جمال سليمان ذكرنا فيها اذا امكن. يعني جمال سليمان، مكسيم خليل، ميز كاف، عبد الحكيم قطيفان، مازن الناطور، عبد القادر منلا، لويز عبد الكريم، سميح شقير، يعني حوالي 8 اسماء مبدئيا. هنا في مجموعه ثانيه يعني يمكن حسب كل واحد وتصريحاته، برجع بقول لك يعني هذا على مواقع اليوتيوب موجود، وبتصور حضرتك اذا بتدخل على اليوتيوب بتشوف تصريح كل واحد فيهم بتقول هذا غريب، منو سوري، هذا يمكن من كوكب اخر جاي. طب اذا اليوم حضرتك مؤيد للنظام، طيب هن بدهم يكونوا معارضين، ما الدنيا معه والدنيا ضد، ليه اذا هن محترمين رايك انت ما بدك تحترم رايهم؟ اذا كانوا معارضين حقيقيين بكل معنى الكلمه كما تفضلت، تفضلوا جيبونا الاجنده، اعطونا البديل، هذا النظام قائم على كذا وكذا، اعطونا البديل، اعطونا مشروعكم القادم. القضيه وقت اللي انت بتساهم بسفك الدم السوري، وقت اللي بتحض على الطائفيه والعنصريه والاقليميه والاثنيه في سوريا لحتى تقتل الشعب السوري، وقت انت ساهمت بسفك الدم السوري وانت مجرم والشعب السوري ينظر لك بهذه النظره. راي، انا ماني ضد راي، ولكن راي الذي يؤول عليه قضايا كثيره. عند وقت اللي بتقول انا بحكي بكل احوال استقدم الغرب، استخدم حلف الناتو كي ينشر الديمقراطيه في سوريا. امتى الناتو نشر الديمقراطيه في سوريا؟ نحن عم نعيش هلا حاليا هذا الربيع العربي تعلم يحكوا عنه هدول، هو قديش ان قديش سوقوا له، قديش حكوا عنه، قديش تفاخروا فيه، هاي النتائج. اتهمك بردوا جمال سليمان بانه النظام هو من طلب منك اتخذ هيدا القرار، يعني بانه حضرتك مسير نظرا لموقعك ولوظيفتك بالدوله. انا بوجهني انتمائي لارضي، انتمائي لشعبي، محبتي لوطني، حرصي على دم شعبي، هذا بيخليني انظر له لامثاله. هؤلاء اللي بتشم من تصريحاتهم ريحه البترودولار هدول سوف يعاقبهم في يوم من الايام التاريخ كما تعاقبهم نقابه فنانين الان.